اهلا بكم معنا على جسر عربي جسر عربي ونستكمل معكم كتاب ليتاليانو بير اميكو وهو كتاب يتناول المستويات اونو الدو ولازلنا في الوحده الاولى وعنوانها اسكولا او في المدرسه ومعنا دوفي فاي دوفي فاي اين تذهب طبعا احنا عارفين ان السؤال دوفي اين بتكون الاجابه عنه بذكر مكان اوكي دوفي فاي اين edheb i vado al lavoro edheb ile l'amel vado al lavoro edheb ile l'amel al lavoro ile l'amel vado al cinema vado al cinema jani edheb ile elsinima al lavoro al cinema e hene vado a roma edheb ile roma a roma al lavoro al cinema a Roma eh, io vado o vado a scuola aذهب il المدرسه a scuola eh, al مدرسه او al Hena, eh, al lavoro al cinema a Roma a scuola vado a casa a casa il beit. a casa al lavoro al cinema a Roma أسكولا أكازا، ڤاده الماري إلى البحر، الماري إلى البحر، يبقى هنا نخلي بالنا من حروف الجر، هنا عندنا al إلى إيه إيه العمل، يبقى هنا كلمة لافورو بتاخد حرف الجر اللي هو ال. أوكى وهنا عندنا اللي هو آ بيو إيل يعني أوكى وهنا عندنا تشينيما بتاخد ال ال تينيما أوكى وعندنا روما أو أي مدينة هتاخد آ آ روما أوكى وهنا آ سكولا كلمة سكولا بتاخد آ وهنا كازا كلمة كازا بتاخد آ كازا وماري هتاخد الماري طبعا الحاجات دي بتحفظ وكده نكون انتهينا من حلقه اليوم ونلتقي في الحلقه القادمه شكرا لكم.